ملفنا الأول في غرفة الأخبار هو الخبر الأول والأخير فيروس كورونا، ولكن من زاوية اللقاح. مع كثرة التصريحات بشأن بدء إنتاج نماذج وتجربتها على الأشخاص في تجارب سريرية، سباق لاكتشاف العلاج إذن تتصدره الصين والولايات المتحدة، فالدولتان أعلنتا عن بدء التجارب وفي انتظار النتائج. من المتوقع أن يستغرق اللقاح زهاء عام. بريطانيا أيضا على خط البحث عن العلاج، حيث كشف كبير المستشارين العلميين البريطانيين عن إحراز تقدم كبير في تجارب تطوير اللقاح، ونتوقع أننا سنبدأ بتجريب أول لقاح في شهر أبريل المقبل. نتابع أولا التقرير بشأن التوتر الأمريكي الصيني على خلفية البحث عن لقاح لفيروس كورونا. فيروس كورونا يشعل فتيل توتر دبلوماسي بين بكين وواشنطن، فلم تكد تمضي شهور على خفوت الحرب التجارية بين البلدين الغارمين حتى اندلعت حرب كلامية جديدة سببها الوباء الذي حل ضيفا ثقيلا على بلدان عدة في العالم. الأزمة بدأت باتهامات أطلقها ترامب بشأن تقاعس الحكومة الصينية في التعامل مع تفشي الفيروس بعد ظهوره لأول مرة في ووهان. الصين لم تتأخر في الرد على الرئيس الأمريكي ليصب الزيت على النار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عقب تغريدة يشير فيها بأصابع الاتهام إلى الجيش الأمريكي باحتمال تورطه في جلب الوباء إلى محافظة ووهان، وأتبعها لاحقاً بتغريدة أخرى متسائلاً فيها إذا كان الفيروس نشأ في مختبرات أمريكية. نظرية المؤامرة الأمريكية التي روج لها المسؤول الصيني لم تمر مرور الكرام في الولايات المتحدة، التي أعرب وزير خارجيتها عن اعتراضات بلاده القوية على ما وصفه محاولات بكين تحميل واشنطن المسؤولية في تفشي المرض. الوزير الأمريكي شدد على ضرورة تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك بدلاً من نشر المعلومات الكاذبة والشائعات. الشد والجذب بين البلدين استمر، فأعربت الخارجية الصينية من جانبها عن امتعاضها مما صدر من مسؤولين أمريكيين بوصف الفيروس بالصيني. نحن ساخطون بشدة بشأن الوضع ونعارضه بحزم. تعارض منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بوضوح ربط الفيروس بأي دولة أو منطقة معينة، ويعارضون الوصم، ونحث الولايات المتحدة على تصحيح خطائها على الفور ووقف اتهاماتها غير المبررة ضد الصين. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر التوتر الدائر بين بكين وواشنطن على الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بشق الأنفس بعد أكثر من عام من التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتنضم إلينا من واشنطن الصحفية في واشنطن إكزامينر آنا جياريتيلي، أهلا بك سيدتي. كما ينضم إلينا من القاهرة أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عنان، أهلا بك دكتور إسلام. أبدأ معك سيدة آنا، اليوم العالم يتقلب على صفيح ساخن، هنالك خوف رعب هلع من موت محتم، كيف يمكن تفادي هذا الخلاف المتفاقم في البحث عن علاج أو لقاح بدءا بين واشنطن وبكين ومن ثم بين واشنطن ومختلف العواصم؟ أعتقد أن أفضل شيء هو أن تكون الحكومات منفتحة وشفافة مع الشعوب، الحكومة الصينية والحكومة الأمريكية والحكومات في مختلف دول العالم، عليهم أن يكونوا شفافين ومتواصلين بشكل جيد مع شعوبهم. أعتقد أن هناك الهلع والخوف عندما لا يكون هناك فهم ووضوح حول الحال التي تسود في كل دولة. لذلك عندما يفهم الأفراد والمواطنون ما يحدث قدر الإمكان، فإن هذا الهلع يتراجع ويكون هناك اطمئنان أكثر. دكتور إسلام، أجابتني السيدة آنا على النقطة المتصلة بحالة الخوف، ولكن هذه الحكومات اليوم ألا يجب أن تبقي كل هذا السجال
بعيدا عن التداول والمواقف السياسية للرؤساء، فاللقاح قد يستغرق أشهر طويلة وربما أكثر من عام. معظم الدول حاليا يعني المنافسة ما بينها في موضوع المصل مش في الاختراع نفسه للمصل، لكن غالبا هيبقى كل المشاكل كلها في الامداد السبلاي، يعني هل هيبقى في انتاج لكمية كافية لكل الشعوب. اكتر بلدين بيتكلموا في الموضوع ده هو اكتر بلدين عندهم تعداد سكاني ومتأثرين بالأزمة. الصين لو هتملك المصل هتملك الانتاج هتبقى الأولوية للشعب اللي هو يقدر اكتر من 1 مليار شخص. امريكا التعداد عالي جدا، محتاجين يبقى ليهم دور في الامداد، لذلك التصارع اللي ما بينهم ممكن يبقى فيه اشتراك، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه دايما. زي ما المانيا والصين ابتدى يبقى فيه بينهم تعاون، حاليا ابتدى يبقى فيه تعاون ما بين شركه اكبر الشركات الامريكيه في الادويه واكبر الشركات الالمانيه في المعامل وتصنيع الفاكسينز. ده اللي احنا محتاجين نشوفه الفتره دي، وانا اتفق معاك تماما، الخلافات السياسيه والاقتصاديه متهيألي وقتها دلوقتي خلص. احنا ترامب شفنا ان هو اخر شويه القرار عشان اسباب اقتصاديه، الصين نفس الكلام، ونظام الصحه العالميه اخرت برضو قرار البانديميك ستيت عشان اسباب اقتصاديه. متهيألي خلاص طالما اعلنت حاله البانديميك العالم كله اصبح جبهه واحده، وده المعنى الحرفي لحاله وباء عالمي، ان العالم كله يعني يصبح جبهه واحده لمجابهه حاجه او كومن جول، او يعني الفيروس ده اصبح عدو للاقتصاد وللبني ادمين ككل، ما فيش وقت للدول ان هي تتناحر على صنع مصر. أعلن عنه في بريطانيا ربما قد يسرع في الوصول إلى نتائج لهذه الأبحاث وجمع كل هذه المعلومات والتجارب. نعم أتفق معك، في الوقت الحالي وخصوصا بالأمس الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها أجرت أول اختبار تجريبي للقاح على مجموعة من المتطوعين، والصين أيضا تجري اختبارا تجريبيا للقاح هذا الأسبوع، ونعرف أن هناك جهودا في الصين وأمريكا، لكن ليس هناك جبهة موحدة. مثلا إذا افترضنا أن الصين توصلت إلى اللقاح هي الأولى، ما البروتوكول الذي سيسري على العالم، وما الذي سيحدث إذا توصلت ألمانيا إلى هذا اللقاح؟ لأننا نعرف أن الجميع يريد تعافي الاقتصادات في كل الدول ونريد إنقاذ الأرواح، لذلك لا بد من إيجاد خطة موحدة، وذلك بدلا مما يحدث الآن. بالأمس قال ترامب إن هذا الفيروس صيني والصينيون استاءوا كثيرا، وأجابوه اليوم قالوا إن أمريكا عليها أن تعتذر وتكف عن وصف هذا الفيروس بالصيني في حين أنه وباء عالمي، ولا يبرر وصفه بالصيني بمجرد أنه بدأ بالصين. إذن لابد من العمل في هذا الصدد. دكتور إسلام، الكراهية التي تحدثت عنها السيدة جارتلي، ألن تفرض ما بعد كورونا أيضا هذا السجال السياسي الحاد والمحموم، هذا التراشق أيضا، هذه الاتهامات، فضلا عن إقفال الحدود وكل الضغط النفسي الذي يتعرض له المواطنون المعزولون داخل منازلهم في الحجر؟ سؤال كويس جدا. اللي احنا مش محتاجين نوصل له هو حالة الذعر اللي انت اشرت ليها حاليا، يعني التراشق ما بين الدول وعدم وجود جبهة واحدة ده هيؤدي في الاخر لخسارة الجميع. احنا بنقول دايما في حاجة اسمها خوف ايجابي وفي خوف سلبي. الخوف الايجابي ان الدول تبتدي توعي الشعوب عن اهمية العزل، يعني ايه لوك داون، ازاي تعرف تحمي نفسك، قد ايه الموضوع ده خطر عشان تحط في مقامه الصحيح. لكن الخوف السلبي ان لما يبتدي الدول يتراشقوا مع بعض هيبتدي يبقى في حاله الذعر. حاله الذعر حتى على المستوى الطبي يعني غير صحيحه، لان الذعر والقلق بيقللوا المناعه، يعني بيقللوا زياده اعراض الفيروس. غير اللي احنا محتاجين نوصله، محتاجين نرفع معنويات الشعوب. كفايه ان احنا عملنا لوك داون في معظم البلاد وده هياثر على الاقتصاد. متهيألي الدولتين الكبار في الموضوع الاثنين الاقتصاد بتاعهم تاثر كثيرا، يعني في الاول الصين كانت بتخسر بمليارات، حاليا البورصة في أمريكا والتجارة في أمريكا ابتدت تتأثر بشكل كبير جدا. فخلاص هي الاقتصاد تأثر في البلدين، المشكلة موجودة في الناحيتين،
مش المفروض ان احنا دلوقتي نركز جهودنا في المنافسة في انتاج مصل او لقاح، على قد ما هي منافسة في ان احنا في الاخر نجوين الفورسز ديت وان احنا نتفق ان احنا نعمل مصل او علاج. يعني خصوصا دلوقتي اصبح في بلاد متطورة في موضوع العلاج، دخلوا في المرحلة الثالثة، احنا لسه في الامصال في المرحلة الاولى وما قبل المرحلة الاولى اللي هي التجارب على الحيوانات. فاحنا عندنا الدول اللي موجودة في هذا الاطار هي فرنسا والمانيا والصين وامريكا. يعني لو في تعاون بين الاربع دول متهيألي هيتم تسريع انتاج الامصال وهيتم تسريع التجارب السريرية، وهيبقى في مصلحة الشعوب كلها مش في مصلحة دولة واحدة. سيدة أنا، وسط هذا السباق من سيكون له السبق في تطوير لقاح أو دواء ضد كورونا؟ تبعت في الصحف الأمريكية اليوم وصف الرئيس الأمريكي، أنت الآن في واشنطن وتتابعين كل تحرك للإدارة الأمريكية وكل موقف للرئيس ترامب بأنه يتحرك مع فريق علمي، هو بدأ يستثمر اليوم هذه الأبحاث سياسيا للانتخابات المقبلة في حال لم يتم تأجيلها أو في حال حصلت. مقالات كثيرة أيضا في أوروبا تتهم ترامب بأنه يستثمر اليوم هذه الأبحاث وهذا الموقف، هو يخسر في الاقتصاد، يخسر في البورصات الأمريكية، ولكنها هدفه الرئيسي هو الربح والفوز في الانتخابات. نعم، في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض الذي يعقد يوميا، الرئيس ترامب وكذلك نائبه ما يزالان يتحدثان عن أنهما مسؤولان عن حماية الشعب الأمريكي وأنه سينتصر على الفيروس. نعم، أنت محق، هو دائما يذكر كلمة الربح والفوز والظفر ويتحدث عن الاقتصاد وأنه سيتعافى سريعا. وفي الوقت الحالي هناك تركيز لدى الشعب الأمريكي عن معرفة ما هي الخطوات التي يجب اتباعها وما هي المرحلة التي نعيشها الآن، ونبرته اليوم كانت تشوبها بعض مظاهر القلق، وبدأ اليوم في مؤتمره الصحفي أكثر قلقا بما سيحدث. قال إنه ينظر إلى عدد من النماذج العالمية، وقال إنه ينظر إلى أفضل سيناريو وأسوأ سيناريو، والسيناريو الأسوأ هو وفاة أكثر من 2 مليون أمريكي، والسيناريو الآخر هو إنقاذ عدد كبير من الأرواح. ولذلك الآن هو لا يخفي ذلك القلق، ومع ذلك هو ذكر اسم جو بايدن منافسه الذي يتوقع أنه سيكون فائزا عليه في انتخابات 2020. ونعرف أن جو بايدن سيعقد مناظرة مع حريمه الديمقراطي ساندرز، ولذلك هذا حاضر دائما. دكتور إسلام، كمتخصص في علم انتشار الأوبئة، ما تم إعلانه في مختبرات سياتل الأمريكية سيستغرق، قلت، أشهر طويلة، ولكن أي أمل اليوم لكل شعوب العالم الذين ينتظرون هذا الإعلان؟ الموقف الصيني بأن التجارب باتت متقدمة، مختبرات في ألمانيا أيضا أعلنت بأنها تطور ربما دواء وربما أمصال وربما أيضا لقاح، يترافق كل ذلك مع تكتم في المقابل حرب إعلامية سياسية. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت التجارب السرية المرحلة الأولى. يعني عشان نفهم المراحل بتمشي إزاي، هو في مرحلة ما قبل الأولى هي مرحلة التجارب على الحيوانات. لما بتخلص مرحلة التجارب على الحيوانات بيبقى في المرحلة الأولى على الإنسان أو على البشر، على شخص سليم، عشان نشوف الآثار الجانبية للفيروس. بعد كده دي بتقعد شهور. بعد كده في الأمور الطبيعية بيبقى في المرحلة الثانية بتقعد تقريبا من 2 لـ3، المرحلة الثالثة بتقعد من 3 لـ4 سنين. في أوقات الكوارث أو الإمرجنسي كيسز زي اللي احنا فيها دلوقتي بيتم تسريع البروسيس ديت وبتخلص في حدود 18 شهر. يعني هنا بس حابين ننوه، تتحدث دكتور إسلام يعني عن أن يحصل كل متطوع على جرعتين، يفصل بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 4 أسابيع، وهذا يعني بأن الأمر سيستغرق 6 أشهر، عام كامل وعام ونصف. احنا المرحلة الأولى فقط دي للآثار الجانبية اللي احنا فيها حاليا. أول سيدة خدت المصل كانت المرحلة الأولى.
دي ما فيهاش اللي بياخده المصل هو مش مصل حقيقي، هو فقط انتنويتد او ميت في الفيروس علشان بس يشوف الاثار الجانبيه. دي المفروض هتخلص في خلال شهر ان شاء الله من الان، بعد كده نخش في المرحله الثانيه والثالثه. اي تسريع في العمليات دي، احنا بنتكلم على شخص سليم بياخد مصل جواه الفيروس نفسه معمول له وهن، معمول له ضعف، فبالتالي لو تم تسريع العمليه التجارب السريريه ده مش في مصلحتنا جميعا، لان لو المصل كان مش افكتيف مش فعال ده معناه ان الشخص هيصاب بالفيروس بطريقه اشد وطئا من الشخص الطبيعي اللي مش واخد الفاكسين، وممكن ياثر على ان الفيروس نفسه يتم ليه تمحور ميوتيشن ويبتدي يبقى اشد شراسه. فمش احنا وي ار نوت برو ان يحصل اي تسريع للكلينيكال ترايلز او التجارب السريريه. في المانيا احنا لسه في مراحل البري كلينيكال اللي هي مراحل تجارب على الحيوانات. فرنسا عندها من اكبر الشركات العالميه في الفاكسينز، فبالتالي هم بيعملوا على نفس الفاكسين اللي كانوا عاملينه على الحصبه وبيطوروا عليه لحاجه السارس، فده برضو موجود في تجارب على الحيوانات ويخش المرحله الاولى قريبا. الصين برضو في المرحله الاولى اللي لسه بعدها يبقى في الثانيه والثالثه. العلاجات احسن شويه، العلاجات احنا حظنا كويس ان في علاجات قديمه كانت بتستخدم للايبولا، فدي كانت عدت المرحله الاولى قبل كده، فحاليا دخلت على طول في المرحله الثانيه وحاليا هي في المرحله الثالثه. معنى ان هي في المرحله الثالثه ده معناه ان العلاج اللي هو مضاد للفيروسات ممكن يكون موجود في الاسواق بعد 6 شهور او 8 شهور. لو هيبقى في دواء جديد تماما لكوفيد 19 برضه هيستغرق 18 شهر، وده اللي فيه تقريبا 4 أدوية بيتم تجربتهم بس حاليا برضو في مرحلة التجربة على الحيوانات. فكده كده احنا بنتكلم في 18 شهر. طب ايه الهدف من كل الفاكسينز الامصال والتريتمنت؟ هي الهدف منها ان احنا نكسر الشين رياكشن، نكسر التفاعل التسلسلي للانتشار بتاع الفيروس. ده هيتكسر يا اما بفاكسين او لغاية ما الفاكسين يحصل يتكسر بالعزل والاقفال اللوك داون، ده اللي حاليا كل شعوب بتعمله. فالهدف من اللوك داون ان هو حاجه بديله لوجود الامصال لغايه ما الامصال ترجع. سيده آن، اليوم ستتواصل هذه الابحاث، هذه التجارب العلميه، ما اهميه كبح جماح الخطاب السياسي الذي فرض في الساعات القليله الماضيه مواجهه على المستوى الدولي، واشنطن في مواجهه الاوروبيين مع اقفال حدودها ايضا، واشنطن في مواجهه روسيا والاتهامات، تتهم ايضا الصين بأنها هي اليوم المسبب لانتشار هذا الفيروس. أعتقد أن العالم الآن لديه منظمات يجب أن توحدها. هناك منظمات وكيانات متخصصة في التعاطي مع هذا النوع من الأوبئة، ولذلك علينا أن نجعل هذه المنظمات توحد الشعوب والأمم ولا تفرقها عندما يكون هناك كارثة وبائية كهذه. أعتقد أن ما يهم هو أنه مثلا عندما تتحدث أمريكا عن حدودها المكسيكية والكندية وهي تقول في الوقت الحالي إنها ستبقي الحدود مفتوحة، وأن هذه المخاوف التي تسود لدى الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تنصب على بؤر الوباء، وكذلك مثلا السعودية عليها أن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى تحصين نفسها من الدول التي تعد بؤرا للفيروس. وجدنا بالأمس أنه كانت هناك هجمة لبعض القراصنة ضد النظام الصحي الأمريكي وأقر به المسؤولون الأمريكيون، لكنهم لم يقولوا من وراء هذه الهجمات الإلكترونية، وهناك تحقيق لمعرفة من كان وراء هذه الهجمات. لذلك هذا يعقد عملية الاستجابة ويحرف الاستجابة، ولكن يجب أن يكون هناك دبلوماسية أكثر ما بين الدول. سأعود ونتابع معكما ضيفينا من واشنطن وأيضا من القاهرة، ولكن اسمح لي أن نتوقف مع هذا التقرير بعد أن أجازت الصين استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجاربها السريرية الأولى. خبر سار يضاف إلى خبر انخفاض أعداد الإصابات المحلية في الصين. بكين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية،
مما يجعل العالم يعقد آمالاً جديدة على انتهاء حالة الخطر والترقب التي تسيطر على مناطق عدة منه. مرحلة متقدمة من مكافحة المرض تأتي عقب تشديد طبي على الحدود وحجر صحي قاس، مما دفع بالنتيجة إلى انخفاض أعداد الإصابات، حيث تحولت الإصابات الخارجية بفيروس كورونا إلى الخطر الأكبر على البلاد. لليوم الرابع على التوالي، عدد إصابات القادمين من الخارج فاقت عدد حالات العدوى المحلية، مما دفع السلطات الصينية إلى التشدد في الإجراءات المتعلقة بمراقبة المسافرين الأجانب في عدة أجزاء من البلاد. يدخل فيروس كورونا المستجد شهره الثالث على التوالي منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين، التي بعد أن كانت بؤرة تفشي الوباء في العالم، أصبحت تجربتها نموذجاً تسعى الكثير من الدول لاستنساخه لمواجهة هذا الفيروس. أعود إلى ضيفينا من واشنطن، الصحفية في واشنطن إكزامينر آنا جيرتيلي، وأيضاً من القاهرة أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عنان. دكتور إسلام، اليوم ما أعلنته الصين قد يترافق مع الاختبار على الأرض الأكثر تقدماً هي مع هذه الخبرات والأبحاث، وربما أيضاً أعداد الوفيات قد تكون مساحة علمية مهمة جداً بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين. ماذا يمكن أن تقدم أيضاً بكين؟ تحديداً هنالك معلومات وفق الصحافة الألمانية بأن هنالك فريق صيني زار أيضاً الشركة الألمانية التي تعمل أيضاً على اللقاحات. حاليا في تعاون ما بين الصين وألمانيا، ما بين الشركة اللي بتعمل التجارب حاليا وما بين الشركة الأدوية المصنعة برضو للفاكسين في الصين. التعاون على مرحلتين، على حاجتين. أول حاجة مرحلة علمية، الفك الشفرة الجينية وتصنيع الفاكسين من الأتينويتد فيروس اللي هو الفيروس الواهن عشان يتم عمل مصل منه. الحاجة الثانية هي التجربة الصينية ككل. التجربة الصينية وفكرة ان هم عرفوا يزودوا الوعي عند الشعب، لان هو لو اشدنا بالتجربة الصينية اول حد هنشيد بيه هو الشعب الصيني. الوعي اللي كان بيه الشعب ان هو فعلا يعمل اغلاق تام، يمنع اي تعامل ما بينه وبين اي شخص اخر، المسافة الامنة اللي كانوا بيعملوها، الوعي اللي كان موجود حتى في التكنولوجي ان هو ابتدوا يبقى فيه العمل عن بعد، و ان هم ينقلوا كل الاجتماعات والعمل وكل الدراسة تبقى كلها عن طريق الاي سيستمز او النظام الالكتروني. التجربة الصينية اللي هي الى حد ما نجحتش قوي لغاية دلوقتي في ايطاليا، هي دي اللي محتاجة تتنقل. الحاجتين زي ما كنا بنتكلم، هو الهدف منها كسر التفاعل التسلسلي او الشين رياكشن لانتشار الفيروس، سواء كان بالمصل او بعدم الانتشار والاغلاق. وده حاليا اللي احنا محتاجين نشوفه، زي ما كان الصين عملت كده، الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، ان يحصل نقل للخبرات سواء التكنولوجية او الطبية، او ازاي ان هم نجحوا في فكرة الاغلاق اللي هي حاليا انا شايفها نجحت في بلاد، وبعض البلاد التانية اصبحت غير ناجحة على المستوى المطلوب. ويعني دايما نص اغلاق هو فقط تأخير للانتشار وليس منعه، فبالتالي هيفضل ينزف الاقتصاد، بدل ما هينزف اسبوعين او ثلاث اسابيع هيفضل ينزف شهور. فيا اما اغلاق تام، يا اما ان احنا ممكن نتبع بقى يعني سياسه ثانيه زي ما انجلترا بتعمل، ان هي تحاول انها تعمل ربما لجوء ايضا المملكه المتحده وموقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى مناعه القطيع، ويبدو ان لندن بدات تتراجع اليوم عن هذه الخطوه. بالظبط ده اللي كنت اقصده، اللي انجلترا بتحاول تعمله، تقول انا كده كده ما اقدرش اعمل اغلاق لطبيعه الشعب، احنا مختلفين عن الصين، فانا هسيب الفيروس ياخد الذروه بتاعته ويبتدي ينحصر لوحده. بس هو في حاجه يعني مهمه جدا في الموضوع ده، وطبعا لا نغفل ان انجلترا والعلماء الانجليز هم اللي اخترعوا علم الاوبئه اصلا، بس اللي اغفلوه ان الفيروس سيلكتيف جدا، يعني بيتم اختيار الضحيه بتاعته يعني بذكاء شديد. هو بيصيب الناس اللي عندهم مشاكل او امراض او مشاكل في المناعه وكبار السن، فبالتالي لو عملت الهيرد اميونيتي او المناعه القطيع، الناس الصغيرين في السن هم اللي مش هيبقى عندهم مشكله، وهم قالوا للناس اقعد في بيتك ما تروحش المستشفى. بس المستشفيات في ال NHS في انجلترا هل تستحمل كل كبار السن؟ وانجلترا ما هياش بلد شابه، يعني احنا مثلا مصر والمجتمع العربي عموما متوسط الاعمار 24 سنه، متوسط الاعمار في انجلترا اكبر من كده بكتير، هي بلد عجوز في متوسط الاعمار. فهل النظام الصحي يستحمل كل الاعداد
من المرضى الكوفيد 19 وما يخشوا مستشفى والرعايه المركزه، ما فيش سراير جوه وزاره الصحه الانجليزيه تكفي كل هذا العدد. لذلك احنا ابتدينا نشوف تراجع، واللي قاله بوريس كان عكس تماما اللي كانت قالته ال NHS قبليها بيوم. فابتدينا نشوف حاليا زي ما انت قلت بالظبط استاذ روبير ان ابتدوا يتراجعوا عن هذا القرار ويقولوا حاولوا على قد ما نقدر هنمنع اي تجمع للناس وهنبتدي نعمل لوك داون احنا كمان. طيب سيدة آنا، اليوم ما تفضل به دكتور إسلام هنالك مسار طويل، هنالك مسار واضح، كيف يمكن اليوم للولايات المتحدة أن تستفيد من هذه التجارب؟ كيف ستنظر إدارة ترامب التي ستستفيد ربما من نتائج أي أبحاث أمريكية، وكيف ستفيد العالم في حال تم التوصل خارج هذا السجال وخطاب المواجهة إن كان مع أوروبا أو حتى مع الصين وروسيا؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مسرورة برؤية جهود الصين وبعد ذلك كوريا الجنوبية وبعد ذلك دولا في أوروبا، ولذلك هي استفادت من مقاربات الاستجابة لدى هذه الدول والآن إيطاليا. وهناك مؤتمر صحفي يوم في البيت الأبيض يتحدث عن كل التحديثات التي تخص تعقيد السفر. الآن هناك حظر للرحلة الجوية مع بريطانيا وأيرلندا، وهناك تحديثات مستمرة وتدابير جديدة تتخذ كل مرة. لذلك بالنسبة لطريقة العمل على الصعيد العالمي، أعتقد أن كل دولة يجب أن تكثف جهودها ولكن بالتعاون مع الدول الأخرى، لأنه قد نخطئ إذا اعتقدنا أن اللقاح سيكون جاهزا في الصيف. هذا لن يحدث. فيروس كورونا الجديد قد يطفر كما يقول البعض، لكن قد يختفي كما يقول آخرون بسبب الحرارة، لكن علينا أن نبذل جهودا، لأنه إذا نظرنا للتجارب السابقة مثل ما حدث مع السارس والميرز والفيروسات الأخرى، اللقاح عادة يأخذ وقتا. لذلك على الدول أن تلجأ وتميل أكثر إلى الدبلوماسية بدلا من الصراعات، وبطبيعة الحال يجب أن نقصر الحظر للرحلات على البؤر، وهذا يجب أن يطبق بالتأكيد. طيب دكتور إسلام، بأن يكون لقاح جاهز للاختبار على البشر بدءا من اليوم وصولا إلى يونيو أو يوليو القادمين، ما تحدث عنه السيدة آن بأن الوقت قد يطول وفق أيضا التقارير الصحية، كيف ترتبط هذه الأزمة بالاقتصادات الصحية؟ اليوم التنسيق بين شركة فايزر الأمريكية وشركة بايو أنتك الألمانية قد يغير في المعادلة، قد يقلل من حدة الخطاب السياسي والمواجهة والتراشق بالاتهامات، قد أيضا رفع منسوب هذا الخطاب، قد يؤخر هذه النتائج الطبية أو التنسيق على مستوى الشركات. احنا دايما بنشوف تدخل يعني سياسي في صناعة الأدوية، ده مش حاجة جديدة وعلى طول بنشوفها، لكن التأثير السياسي في الأمصال وفي بنسميها أدوية الكوارث ما بيبقاش عالي قوي. يعني معظم الكوارث لو اشرنا لايبولا للاتش اي في الايدز كلها كان في يعني ضغط سياسي في اتجاهات معينه، وفي الاخر شركات الدواء اللي يهمها هي ان هي تنتج في اسرع وقت ممكن علاج ناجع وناجح. الفكره في انتاج علاج ان هو ما يبقاش سريع، وان هو يبقى مضمون ان هو لما يبتدي ينزل الاسواق يبقى سعره مناسب، لان هو غالبا شركات الادويه فأوقات الكوارث ما بتسعرش الدواء بربحية عالية، ولازم يكونوا ضامنين انه يقدروا يعملوا منه انتاجية كبيرة. متهيألي ولكن ألمانيا وتحديدا الشركة الألمانية دكتور إسلام تحدثت بأنها ستمنح هذا اللقاح مجانا، وربما أيضا هذه نقطة قد تقطع كل الشكوك بشأن طموحات الشركات المنتجة لتحقيق أرباح ضخمة جدا. ومعظم شركات الأدوية بتعمل كده، يا إما بتدي للدول at cost يعني بنفس ثمن التكلفة التصنيع، يا إما بتحاول إنها تدخله
في يعني دونيشنز او عطاءات ببلاش لدول، ودول اخرى تقدر تدفع ان هي تدفع الفلوس. ده اللي حصل وشفناه في كل اوقات الكوارث، وده غالبا اللي بيحدث. فلذلك التأثير السياسي بيبقى ضعيف، ومتهيألي كل الشركات الأدوية اللي موجودة سواء الشركة الفرنسية، الشركتين اللي في ألمانيا، الشركة الأمريكانية أو في الصين، هيبقى ده في الآخر الهدف بتاعهم سواء للمصل أو للعلاج. فبالتالي احنا أول ما هبتدي نشوف يعني نتائج مبشرة هيبتدي ساعتها الكلام على الانتاج، وأول ما يبتدي الكلام على الانتاج هيبتدي الدول كلها تحاول تضخ فلوس انها تزود الانتاج للشركة اللي هتعرف تنتج اللقاح الأول. فبالتالي أول ما يبتدي في نتائج متهيألي المشكلة دي والأزمة هتتحل لوحدها. إذن سيدة أن في حال اليوم هذا المسار أو أصول مهنة الطب والأبحاث العلمية كما تفضل دكتور إسلام تفرض هذه الأصول اليوم في تقديم هذه الحلول للبشرية أمام هكذا مآسي وهكذا أوبئة، ألا يفترض أيضا على كل الحكومات سحب اليوم منسوب هذا الاحتقان، سحب هذه المواجهة ومنح الوقت الكافي الاطمئنان للمواطنين والوقت الكافي والأموال توفيرها لمراكز الأبحاث والمختبرات لتجاوز هذه المحنة؟ نعم بالتأكيد، لكن الحكومات في نهاية المطاف لها ولاء ومسؤولية تجاه المواطنين الذين انتخبوهم. الرئيس الصيني سيركز على إيجاد اللقاح من أجل خدمة شعبه الصيني. الرئيس الأمريكي سيكون له نفس الهدف، خدمة الشعب الأمريكي في المقام الأول. لذلك كل دولة يكون فيها التركيز على السياق المحلي وإعطائهم الأولوية، لكن هناك فهم أيضا وتفهم أن هذا وباء عالمي، وفي الوقت نفسه نقول إن هناك فرصة للعمل معا والتعاون، لأنه في سلسلة الإمدادات هناك العديد من المواد والتجهيزات بما فيها الطبية تأتي من دول أخرى وخصوصا من الصين، ولذلك القوة العاملة مهمة جدا في الصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والآن أمريكا تدرك هذا الأمر وتدرك أن حدوث أي عرقلة لسلسلة الإمدادات الغذائية والطبية ومختلف القطاعات، إذا حدث هناك عرقلة وتشويش للقوى العاملة التي تسهم كثيرا في سلسلة الإمداد فإن هذا سيؤثر على اقتصادها. دكتور إسلام في دقيقتين فقط، أهمية أن يكون أي لقاح محتمل متاحا للجمهور خارج هذه المواجهة السياسية والسياسات الضيقة وما تطلع إليه الحكومات أيضا من تحقيق أهداف وانتصارات سياسية في الداخل، من اليوم سيقود الدفة؟ هل هنالك من دور للأمم المتحدة لوضع بروتوكولات سريعة ولوقف اليوم هذه المواجهة السياسية بين الدول؟ الأمم المتحدة بعيدة عن الإنتاج والتطوير الأمصال، مفيش يعني صحيح صحيح القواعد الأخلاقية للعمل، لكن هي كل شركة عندها كده كده الأسس بتاعتها، سواء كانت لو الشركات الأمريكية بتتبع النظم الأمريكية للـ FDA، لو كانت في أوروبا بتتبع الـ EMA Regulations، فهي كلها حاجات متقاربة جدا. احنا هنشوف في الآخر لو احنا قلنا في سباق ما بين الشركات هو هيبقى في صالح البشرية كلها، واللي احنا مش عايزينه بس يحصل ان يتم تأثير سياسي ان الموضوع يتسرع. احنا لو اتسرع الناس مش مفروض تنبسط ان المصل بقى متاح في خلال شهرين ثلاثة، ده معناه ان المصل نفسه غير جاهز للتجربة على الانسان، محتاجين ياخد وقته، ولغاية ما ياخد وقته محتاجين نعمل اجراءات احترازية اخرى عشان نمنع الانتشار بتاع الفيروس ما بين الناس. مباشرة من استديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة المصرية القاهرة، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عنان، وأيضا من العاصمة الأمريكية واشنطن الصحفية في واشنطن إكزامينر أنا جارلتالي، شكرا جزيلا لكما.